السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بكم اصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن فوائد البابونج، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو. اهلا بكم. يعتبر البابونج من أشهر الأعشاب التي تم استخدامها في الطب البديل نظرا لفوائدها الصحية وخصائصها العلاجية. وكوب من مشروب البابونج قد يكون أفضل خيار للسيدات وخاصة المتزوجات بسبب فوائده العامة. فمشروب البابونج له فوائد مذهلة للنساء، منها أولا تخفيف آلام الحيض، حيث ربطت العديد من الدراسات مشروب البابونج بتقليل شدة آلام وتشنجات الحيض، وأيضا تخفيف القلق والضيق المرتبط بآلام الدورة الشهرية. ثانيا المساعدة على النوم، حيث يمكن استخدام مشروب البابونج للمساعدة على النوم بشكل عام، وخاصة للنساء التي تعاني من توقف التنفس أثناء النوم أو النوم المضطرب. فشرب كوب دافئ من مشروب البابونج يساعد على النوم بشكل أسرع والاستيقاظ والشعور بالانتعاش أكثر. كما ينصح بمشروب البابونج للمرأة التي تمر بفترة ما بعد الولادة. ثالثا منع هشاشة العظام، حيث أظهرت الدراسات أن مشروب البابونج قد يكون له آثار مضادة للإستروجين، مما قد يساعد في تعزيز كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام، وهي الحالة الأكثر شيوعا بين النساء بعد انقطاع الطمس. رابعا التخفيف من القلق والاكتئاب، فهناك بعض الأدلة على أن البابونج يقلل من شدة القلق والاكتئاب. خامسا تحسين صحة الجلد، فوضع البابونج على الجلد عبر مستحضرات التجميل مثل الغسول وكريمات العين والصابون قد يكون مرطبا ومفيدا للحد من التهابات الجلد. سادسا يعزز صحة الجهاز المناعي، فشاي البابونج يحمي من الإسهال وقرحة المعدة والغثيان والغازات، ويرجع ذلك إلى آثار مضادة للالتهابات. سابعا يحتوي شاي البابونج على مواد مضادة للأكسدة، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان. ثامنا بسبب الآثار المضادة للالتهابات الموجودة في شاي البابونج، فقد يعزز من السيطرة على نسبة السكر في الدم، وخاصة عند تناوله مع الوجبات. تاسعا يعد البابونج مصدر كبير لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تلعب دورا في تحسين صحة القلب. وأخيرا يعزز البابونج صحة الجهاز المناعي ويقي من نزلات البرد ويساعد في علاجها، كما أنه يعتبر مهدئا لالتهاب الحلق. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتركوا آراءكم في التعليقات.